بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة وأتم التسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في سلسلة محاضرات الموفون بعهد الله والحديث عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه. فاتني أن أذكر أن جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه عندما عاد من المدينة، عندما عاد من الحبشة عفوا واستقر بالمدينة، بعد ذلك أرسله الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله إلى مؤتة في منطقة الأردن لمحاربة الروم، وهناك استشهد جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه سلام الله عليه. عبد الله بن جعفر عندما استشهد، النبي صلوات الله عليه وآله آلمه ذلك، وأحضر أولاد جعفر بن أبي طالب وقال لهم أنا أبوكم. هذه الالتفاتة التي نشيدها عند انتقال الإمام علي سلام الله عليه إلى الكوفة، وجعل مقر الحكومة في مدينة الكوفة، نجد أن جعفر من المرافقين لعمه ومن المدافعين والمساهمين في اتباع النهج العلوي الذي حصل في المدينة، في هذه المدينة يعني مدينة الكوفة. استقرار جعفر وحب الإمام علي سلام الله عليه إلى عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه، تقدم عبد الله بن جعفر للزواج من زينب الكبرى سلام الله عليها، بنت الإمام علي عليه السلام وأمينة الطف. فقال له أمير المؤمنين إني أشرط عليك شرطا مهما، متى دعاها الحسين لمرافقته لا تعارض ذلك، وكن مؤتمرا بهذا الأمر. فوافق عبد الله بن جعفر على هذا الشرط الذي يعرفه. استقرار عبد الله بن جعفر في الكوفة مع عمه، ووجود الفتن الكبرى التي ثارت وانطلقت ضد جعفر أو ضد عبد الله ابن جعفر وضد الإمام علي سلام الله عليه بالذات، نجد أن حرب الناكثين بقيادة المرأة يعني الجمل، ومن ثم القاسطين، ومن ثم المارقين. عبد الله بن جعفر كان من الأبرار ومن المدافعين عن الدين الإسلامي الحنيف، وليس دفاعا نسبيا حسب ما يتصور يعني أن عمه علي بن أبي طالب، وإنما دفاعا عن الحقيقة المحمدية أو الرسالة المحمدية المتمثلة في أمير المؤمنين سلام الله عليه. انتصار الإمام علي سلام الله عليه في الجمل وانتهاء الأمور بالانتصار العظيم، جعل جعفر يكون ذو فهم عال للأوضاع الجارية آنذاك ولوضع عمه بالذات، وما كان يقاسي من ألم ووحدة حقيقية. وبعد ذلك تمرد القاسطين بقيادة معاوية بن أبي سفيان جعله
أيضا جعل الإمام علي سلام الله عليه أن ينطلق نحو الشام ويحارب القاسطين، ولولا خدعة رفع المصاحف لكان الانتصار حليف أمير المؤمنين سلام الله عليه. انتهت هذه الأمور بمهزلة التحكيم، وبعد ذلك رجع إلى الكوفة، وكان عبد الله بن جعفر يرافقه وينهل من علمه ويكون يريد الرضا من الله سبحانه وتعالى بإطاعة نهج الولاية والنهج العلوي. وكان في بيته أيضا تلك المرأة العظيمة زينب الكبرى بنت علي المرتضى سلام الله عليها، تلك المرأة الحكيمة التي أعطت كل الجهد لإرضاء الله سبحانه وتعالى في كل شيء فعلته. ولدت له محمد وعون رضوان الله عليهم، وهؤلاء قتلوا مع خالهم أبي عبد الله الحسين في الطف. نعود إلى الموضوع. عند عودة أمير المؤمنين إلى الكوفة، وكان عبد الله بن جعفر يلازمه وينهل من علمه كما قلنا، ثارت ثائرة المارقين وهم الخوارج، فحاربهم علي بن أبي طالب وأرجعهم إلى حيث يرون في أنفسهم، ولم يسلم منهم أحد، قتلوا بأجمعهم. ورجوع الإمام علي سلام الله عليه إلى الكوفة كان متألما جدا للأحداث التي جرت والتي لم تعطيه فرصة للنهوض بدور الأمة من جديد وإعادة الرسالة إليها. ما مضى إلا وقت قصير بالقياس العام نجد أن ضربة المرادي عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعائن الله لأمير المؤمنين على أم رأسه كانت هي التي أودت بحياة العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه وتوديعه للحياة. عبد الله بن جعفر في هذه الآونة كان متألما جدا لرحيل عمه أو رحيل عميد الأسرة العلوية وصي رسول الله خليفته من بعد. نجد عبد الله بن جعفر كان بعد ذلك إلى جنب الحسن سلام الله عليه الزكي في محنته، ونحن نعرف أن الحسن سلام الله عليه مر بأدوار عديدة وأهمها طغيان معاوية ومحاربته له، وبعد ذلك انتهت الأمور إلى هدنة جعلها الحسن سلام الله عليه حقنا لدماء المسلمين وبداية لنهضة أبي عبد الله الحسين، لأن الحسن في نظري أنا وأنا كتبت كتاب عنه مخطوط، الحسن سلام الله عليه شعاع لثورة الحسين سلام الله عليه. نجد أن عبد الله بن جعفر لم يفارق الحسن ولم يتغير عنه ومعه، حتى عندما رحل إلى المدينة كان إلى جنبه، وبعد دس السلم إليه من قبل معاوية بن أبي سفيان عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث، نجد أن عبد الله بن جعفر لم يفارق ذلك، وإنما أولى الأمر إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
والشيء المهم جدا في حياة عبد الله بن جعفر هذه الموالاة الحقة، والشرط الذي وضعه أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن زينب ترافق الحسين في نهضته. وأرسلت زينب أو أرسل عبد الله بن جعفر ولديه مع خالهما الحسين. ربما سائل يسأل لما لم يشترك عبد الله بن جعفر في ثورة الحسين؟ كان عبد الله بن جعفر في تلك الفترة أصيب ببصره وكان أعمى، وليس على الأعمى حرج، وأعفي من قبل الحسين سلام الله عليه، وحدثت ثورة الطف والنتائج المعروفة، والنهضة أولت ثمارها، وكانت النتيجة أن عبد الله بن جعفر يستقر في المدينة، ولكنه لم يستقر طويلا لأن زينب كانت جعلت لها بيت أحزان جديد تنعى الحسين سلام الله عليه، فالوالي أخرجها فقالت لما يخرجني؟ قال يخرجك لأن لا يريد أن يسمع البكاء. فقال لها زوجها عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه نذهب إلى الشام. قالت إلى الشام تذهبني؟ والله لولا أمر الله بأن أمر بأن تطيع الزوجة زوجها لما طعتك. وكانت ضيعة أو بستان كبير وارف لعبد الله بن جعفر في مدينة الشام. فعندما وصلت زينب سلام الله عليها إلى هذه الناحية أنت وحنت وفارقت الحياة حيث مرقدها الآن. عبد الله بن جعفر بقى ذلك الحزين المتألم لفراق الحسين سلام الله عليه وزينب الكبرى، وكانت صدمة كبيرة لهذا الرجل العملاق والفذ، والألم يعتصر قلبه، فسكن المدينة وكان يتألم كثيرا عند ذكر أبي عبد الله الحسين وما جرى عليه في كربلاء، وكان يذكره بين الحين والآخر. استقرار جعفر في المدينة ومجاورة قبر رسول الله صلوات الله عليه وآله لها أثر في نفس عبد الله بن جعفر، لأن لم يبقى أحد له، لا زوجته لا أولاده ولا حبيبه الحسين سلام الله عليه سوى علي بن الحسين الذي كان مريضا في الطف وانتقل إلى المدينة، فكان عبد الله بن جعفر يلازمه وينهل من علمه الثر في مسجد الرسول الأعظم. عبد الله بن جعفر في هذه السيرة العطرة التي أوردناها عنه كان من الذين ملئ قلبه إيمانا بما رأى وما سمع من رسول الله ومن عمه أمير المؤمنين عليه السلام ومن الحسن والحسين، والآن في كنف علي بن الحسين سلام الله عليه. عبد الله بن جعفر بهذه الروح العالية والمثالية التي كان يتمتع بها والجود الذي كان يباري السحاب المرسل جودا وكرما، ظل على هذه الحالة،
في المدينة مستقر، وكان قريبا من الإمام السجاد، وفي كل لحظة كان ينعى ريحانة رسول الله الحسين سلام الله عليه، وكان متألما إلى أبعد الحدود، لأن الذي يفارق الأحبة يكون في حزن دائم وألم واضح كان عند روحه ونفسه. عبد الله بن جعفر هذا العمر الذي قضاه والذي يعطينا الدليل الواضح على أنه عمر رائع، كان ملازما لأمير المؤمنين للحسن للحسين لعلي بن الحسين، كان هذا العمر يعطي الدلالة على أن التربية من قبل جعفر ومن قبل أسماء بنت عميس الخثعمية رضوان الله عليها هو الدليل الواضح في هذه النشأة الكريمة لهذا العملاق الفذ. عبد الله بن جعفر استقراره في المدينة وقد بلغ عمره 70 عاما، وكانت هذه 70 عام ثرة ومكتنزة للأحداث التي مرت، وأهم حدث في حياة عبد الله بن جعفر هي قضية الطف، لا لأن ولداه قد ضحوا واستشهدوا مع خالهم، لا، وإنما على فراق أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. العمر الذي قضاه جعفر وهو 70 عاما في المدينة جعلته من الأبرار في نظر الناس، وكان من الرواة الحقيقيين لكل حادثة سمعها وكل حديث سمعه من رسول الله أو من أمير المؤمنين أو من الحسن أو الحسين، إلى أن جاء عام 80 للهجرة حيث توفي عبد الله ابن جعفر رضوان الله عليه، فرحم الله عبد الله ابن جعفر يوم ولد ويوم توفاه الله ويوم يبعث حيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.